كثر الكلام هذه الأيام عن حكم تعزية الكفار الذين قتلوا وأبناءهم ظلما، فما حكم ذلك؟ وهل هو من الموالاة؟ وهل هنا فرق بين التعزية والمواساة؟ الكافر لا يعزى، هذا من التولي لهم، فلا يعزى الكافر إلا لو مات له مسلم، لو مات له ابن مسلم أو قريب مسلم فإنه يعزى بالمسلم فقط.